مرحبا بكم ناس الكل في فيديو جديد، اخر جوله من تصفيات كاس افريقيا الكاميرون 2022. المنتخب التونسي انتصر 2-1 على غينيا الاستوائيه، دونك 6 مباريات 5 انتصارات، المنظر الكبير وتعادل، حصيله ايجابيه على الاخر. اليوم بطبيعه المنتخب التونسي انتصر، مهم على الاخر في الكلاسمون، ديما نقولها ونعاودها، وخاصه للإيماج متاعو. نحب نشكر العباد الكل اللي تفاعلوا في الفيديو الأخرى، برشا تفاعلات، نشكركم العباد الكل. وبالله العباد اللي قاعدة تسب، حاجة برك نطلبها منكم، جاوب يا أخويا الحجة بالحجة، راهو من حقي أني نعطي رأيي ظلي، وكي تجاوبني يزينا من الكلام الزايد، يزينا من الكلام الخايب، جاوبني بالحجة يا أخويا، ويزي من لغة ما تفهمش كورة وانت شكونك وكابيلو، لا لا، مواطن عادي نعطي في رأي، دونك أعطي رأيك وراني نجاوبك في كومنتير ونتفاعلوا مع بعضنا، أوكي؟ دونك مرحبا بالعباد الجدد اللي تفرج فيها، كانك أول مرة تتفرج فيها أعمل أبوني، كان عجبك الفيديو ما تنساش باش تعمل لك إجاب وتنزل على النقوش باش أول ما نهبط فيديو تجيك نوتيفيكاسيون. ديما أول فيديوهاتي نبدأ نحكي على المدرب منظر الكبير كالعادة، نحكي على المدرب هذايا، على التغييرات اللي صارت، فما تغييرات فارابور للتشكيلة اللي فاتت. اليوم المنتخب يلعب في رادس، المرة فاتت يلعب في ليبيا، قالوا لنا تارتون ومنتخب ودارتون، يعني لعبنا في رادس أنا على التيران تاعنا، شنو هو النيفو هذا؟ هاكم شفتوا النيفو، هاكم شفتوا المنتخب التونسي، طب المنتخب التونسي قاعد يلعب في كورة، هو موجود الكاليتي جوور، هنا شفنا ميتون ثاني فضيحة، هنا شفنا ميتون الأول كيفاش 15 مينوت ماركينا بونت ومزيان برشا ومن بعد ما شفنا شيء، هكا ولا؟ هذاك علاش ننقدوا باش نطوروا احنا؟ كما فماش النقد ما هو العبد ما يتطورش، خلينا نبدا نحكي على البارتي، المنظر الكبير بالنسبة لي بصراحة كيما كالتلميذ اكل محراس محراس محراس، اما مش ذكي يمحرف برشا ما ينجم ينجح بطبيعه المحراس. دونك شعمل المنظر الكبير اليوم؟ سمع كلامنا، ظاهره دحمان في الجول بلاصه بن وسط، مريح دخل الطالبي، الحدادي على البنك دخل العابدي، وفي الاتاك نحى شوات ودخل سيف الدين الجزيري. معناها كيما قلنا بالضبط هذاك اللي عمل، وجوست معناها نقطه ندخلوا بها هذه في صلب الموضوع. مريح باي باي، مريح باي باي. اليوم الطالبي اكد لي هو يبعث اشواط على مريح، وبراتيكمون بلاصتو تعيط، ثنائي باهي مع ديلان برون. رغم المستوى العام نتاع المنتخب التونسي اليوم ما شفنا حتى شيء بصراحه، كيف العاده كيف العاده. دونك رغم التغييرات نتاع اليوم، رغم انه علاش قلنا تلميذ محراث، على خاطر معنا اللي قراه حطوا، اللي قلنا هولو حطوا، مش نحكي على روحي، نحكي حتى المحلل الكل راه وحكاوه الشيء هذايا. دونك كان متفرج اللي يمكن ما يفهمش شويه، ما يعرفش كيفاش يتفرج، ما يقولوش الكلام هذايا، بالنسبه ليا كلام يزمو يتقال. دونك عمل التغييرات لازم تعمل، لكن في وسط معناها الماتش التكتيك، تبديل التكتيك، ما يعرفش يتصرف اونترنر، ما يعرفش يتصرف، وتنحكيو بالديتاي شنو اللي صار. ساعات تقول يمكن ابليكاسيون تاع ملاعبيه مش كيما يلزم، لكن كي تشوف الشوط الثاني نفس الاغلاط التكتيكيه قاعده تتعاود، وهذه كان جاي منظر الكبير معناه قاعد يقول لهم شو لازم يعملوا يصلح، تلقى الاصلاح. خلينا نبدا نحكيو. دوك اليوم دحمان لعب الشوط الاول، ما جاتوش براتيكمون حتى كوره، حسب رايي حبيتو يكمل الماتش كامل، علاش معز احسن زايد، دوك ماتش كامل هذه الاولى. الديفونس الديفونس شفنا نوعا ما شويه اخطاء، فما يمكن كوره دخلت معناها في العمق نتاع الدفاع كانت نجم تكون خطيره، وزاد في الاخر بعد المنتخب درا شنو صارلو معناها تركيز ما عادش فما، كنا نجمو نقبلو. لكن الثنائيه نتاع الطالبي وبرون هايله برشا، كيشريده اليوم والعابدي بصراحه كانوا باهين، قدموا اضافه، كيشريده على اليمين طلع بصراحة وقدم إضافة وعطى تمريرات، صحيح ساعات فما معناها القرار يكون غلط، فما الديشي. العابدي عجبني على الأخر، خير برشا من الحدادي، خير برشا ديفونسيفمون أوفونسيفمون، ملاعبي يركز بصراحة وعمل المارج دو بروغريسيون هايلة على الأخر. في وسط التيران الصخيري كيف العادة، الصخيري بصراحة الكابيتان من غير ما يلبس الكابيتانا، فرجاني ساسي زاد عطاه اليوم تمريرة شفناها تمريرة كبيرة برشا بالإكستيريور، سيف الدين الجزيري اللي إن شاء الله إن شاء الله يكون هو العصفور النادر اللي نلوجوا عليه في المنتخب، اللي ناقصنا أتاكون نبنيو عليه، ذكي يعرف يطلب، بيوتور
يعرف كيفاش يتمركز. معناها هذه الكل خصال موجوده تاع سيف الدين الجزيني، ما خساره مخر تاع عمره 28 عام، مازال عنده كوره في ساقيه واعوام يكورها، ان شاء الله يكمل في المردود هذا، خاطر بصراحه كان يكمل هكا ربحناه على الاخر. سيف الدين الجزيري في الوسط بالطبيعه بن سليمان، بن سليمان نشوفوا فيه يلعب مع المنتخب، مره يلعب على اليسار مره يلعب على اليمين، دونك ساعات لي روبير نتاعو تتبدل، خاصه انه تلعبوا على اليسار دونك عنده ثنائيه ليليه اللي معاه ولاريير، كي تلعبوا على اليمين ثنائيه اخرى، دونك لان فما حكايه اوتوماتيزم. حكينا على سيف الدين الجزيري اليوم المساكني ورا دي كاليتي تكنيك، لكن فما مشكله تكتيك اللي نحكيوا عليها، هو ورا فيها على اليمين. المنتخب التونسي ال 15 مينوت الاولى بدا يعمل البريسينغ، يضغط، يبروفوكي في الفريق الاخر. غينيا الاستوائيه اليوم شفناها بصراحه فريق معناه ضعيف التالي، معناه تنجم في ساعة ما تبروفوكيه يعمل برشا غلط، تنجم تستنفع من كل الغلط هذيك وتعمل لي ترانزيسيون وتوجعوا القدام رولون صغار، يسوفي تبريسي عليه المنتخب هذا وتعرف فاش تبريسي، تنجم تجيب البونتوات. وشفنا كيف بريسينا عليه، كيفاش غلط المنتخب هذا، عنده ضعف في الخروج بالكره، يلعب في سيستم لورجو سيستم غلط مع قوه الجزيري والطلبان في الظهر قلقهم برشا. دونك اليوم شفنا العقليه نتاع المنتخب التونسي، دخلت في عقليه البريسينغ بلوك طالع، لكن ما كملناش برشا اغلاط اليوم. فاش خلينا نحكي وقت اللي تبدا الكره مش عندنا، تبدا الكره مش عندنا، شفنا كيفاش نعملوا في البريسينغ بلوك طالع، لكن طحنا في الاخطاء نتاع انه البريسينغ قاعد يصير في اوقات معينه بهمجيه. نشوفوا في الليني نتاع الميليو ما بعضهم الناس كل يطلعوا يخليوا قعره ما بين الديفونس والميليو، كيف ساعات الليني الثانيه اللي نتاع الميليو ما تخلطش. اللي اكثر جراف من هذا الكل، لاتاك يضغط الميليو يضغط الديفونس يقعد ما يضغطش معاه، دونك تقعد مساحه كبيره برشا ما بين الميليو والديفونس نتاعنا اللي كانوا ينجموا يستغلوها فريق غينيا الاستوائيه. وكان جاء فريق اقوى من غينيا الاستوائيه كان نجم يوجعنا اليوم بالتكنيك بالايباس، شفناهم كيفاش يخرجوا في الايباس اللوطه في الميتون لول وقلقونا برشا، وفما نوعا ما سهوله باش يخترقوا وسط الميدان على خاطر البلوك نتاعنا ما كانش كومباكت ما كانش قريب. وهذه اون برانسيب منظر الكبير يدخل لنا يدخل أنا يعطي لي زوردر نتاعو، شوف ايش قاعد يعمل هو، دونك هذه غلطه. بعد 15 مينوت شفنا تونس كيبدا تخلق في الجو، ياسر مسكرين على رواحنا، تو اون برانسيب احنا نلعبوا 4 3 3 ودوزيلي رفيعه على اليمين مساكني على اليسار، لكن شوفوا فيهم زوج ملاعبيه هذوما يلعبوا وسط قاعدين، في عود يجبدوا جناحات باش يحلوا الفريق الاخر، باش تتخلق لي زانترفال، باش تتخلق الحلول، باش الجزائر يلقى اكثر حريه. كيف المساكني ورفيعة لازم يجبدوا باش سليمان وفرجاني ساسي يلقاو هما الكور غادي في بين لي ليني بين لي زانترليني، تحسهم المساكني يقلق برشا في فرجاني، رفيعة يقلق برشا في سليمان، دونك الوقفه غلط، التحرك غلط، الانيماسيون اوفنسيف ديما نحكيو عليها غلط لنا وقتها منظر الكبار لازم يتدخل ويوصي الملاعبيه لزيلي باش يجبدوا باش فرجاني وبن سليمان يلقاو حريه اكثر باش يمولوا الكرات في لي زانترفال. وكيف زاد المساكني ورفيعة في اوقات لازم يدخلوا وسط الميدان باش لي زاريير تطلع، دونك لنا التوصيات والاوامر لي زوردر نتاع منظر الكبير ما كانتش موجوده، مش تدخل. شكيت قلت بالك في الميتون لول لابليكاسيون نتاع الملاعبيه مش هي، لكن نفس الاغلاط قاعده تتعاود في الميتون الثاني اللي بصراحه ميتون كارثي على جميع المستويات. ماركي انت بونتو عالمي سيف الدين الجزيري كيفاش طلب في الظهر ومن بعد حط الدن نتاعو، يسوفي يمسو ديفونسور فوت بينالتي يسجل هدف ممتاز على الاخر بعد ما فيكسا الجول. الهدف الثاني شفناه نتاع العابدي شبه برشا بونتو عادل شاذ لتصفيات كاس العالم 2006، ومن بعد ميتون ثاني اون برانسيب رابح 2-0 تفرض الجو نتاعك تعمل كل شيء يلزمو ينجح وقتها، معناها كيف عاده مكبلين مغلقينها على رواحنا، كنا نلعبوا ميليو تخش علينا نلعبوا في 4-5-1 ما عادش عندنا عمق، والعمق يصنعوه راهو بالتحرك نتاع ليزيليه، تحرك غلط على الاخر. دونك هذه هي الغلطه اليوم نتاع المنتخب اللي منظر الكبير يزمو يتدخل لنا. كيف التغييرات ما عجبتنيش حتى طرف، تخلى عيسى العيدوني بلاصه سليمان، تغيير جور بجور، يدخل الخاوي يخرج رفيعه. حاجه الباهي اللي عجبتني اليوم في عيسى العيدوني انه ملاعب نتاع حرب، اللي يبدا عندك حرب اللاعب هذا يزمو يلعب، لاعب شفناه اجريسيف، نشوف فيه ملاعب
اكبر برشا من الشيء هذا. راس يلعب 30% من الامكانيات نتاعو، يلزم ياخو اكثر ثقه. دونك التغييرات شفنا كيفاش خرج سيف الدين الجزيري دقيقه 70 يدخل بقير. دونك في وسط الميدان نلعبوا باربعة ولا خمسة ملاعبية، صخيري العيدوني بقير، تزيدهم المساكني يدخل وسط، وتزيدهم فرجاني ساسي، والخاوي من غادي يحوس من غادي، وساعات المساكني يقش عليه معناه مهاجم كذاب. عندنا الكرة محصورة في الوسط، هما يدوروا علينا في الكرة واحنا موخرين التالي، لأننا نلعبوا في الكونتر، لأننا مسكرين على قاعدة. اللي حاجة بيزار من دقيقة 70 لدقيقة 80 باش سيمونز الكبير فهم بلا هو يلزمو أتاكون. كي انت تخرج سيف الدين الجزيري دخل شوات، قال شوات كي شفناه كي دخل معناها كيما قال المذيع روفة خليف جاي يعاون فيه على قبر بوه هرب له بالفاس. معناها بونتو عالمي في شباكنا، وينو تونكتي؟ وينو تونكتي جايبو طفل صغير ديما يلزم تدخلو يكون. اول حاجه تضمنه في المنتخب تعطيه ثقه اكثر وتلانسيه جوار انت رابح، ديما ملاعبيه صغار لازم تلانسيهم وقت اللي انت رابح. تي هكا ولا تي وينو تونكت؟ تي شنو هذا عاد؟ تي قداش باش نقعدوا نحكيو وقداش باش نقعدوا ننقدوا وقداش باش نقعدوا معناها نطلعوا في الاغلاط؟ برشا اغلاط برشا اغلاط، لازم يراجع روحه الانترينور هذا. من الاخر معاه معنا وين نوصلوا. دونك هذا هو رايي على الماتش بتاع اليوم على المنتخب. ان شاء الله ان شاء الله يصلحوا رواحهم ويلقاو احسن بديل. صحيح فما الانتصارات لكن الاداء ضد منتخبات اقوى من المنتخبات اللي قاعدين نلعبوا لها توا رانا باش نعانيو برشا برشا. دونك نسلم عليكم الناس الكل، ان شاء الله ديما متفوقين. نقول لكم بالسلامه.